نحن هنا في شمال قطاع غزة، تحديدا في مدرسة النزلة في منطقة جباليا. الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة هنا في هذه المدرسة. هذه الدماء شاهدة على إجرام الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في شمال قطاع غزة، والذين نزحوا من مناطق معسكر جباليا ومشروع بيت لاهيا. هنا أثار الصاروخ الذي أطلقه الاحتلال الإسرائيلي وسط النازحين في هذه المدرسة التي تأوي عشرات آلاف النازحين كانوا يأمنون على أنفسهم من غدر الاحتلال الإسرائيلي، فلاحقتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي إلى هنا. اللي صار بقول الشباب موجودين هنا كلهم، الأطفال والأولاد، ونزل عليهم صاروخ. أنا كنت واقف على الباب ما تفاجأت إلا المنطقة كلها غبار، بطلنا نشوف قدامنا، استنيت شوي بس عشان يروح الغبار، اطلعت لقيت المنطقة كلها غرقانة دم، شايف أنا دم وهنا دم وهنا دم. حسبي الله ونعم الوكيل، خلاص. أطفال أبرياء، يعني كلهم أطفال، شهداء أطفال، نساء. وين المستهدفين فيهم؟ وين اللي بدهم إياه؟ أطفال؟ كنا قاعدين زي هيك برضو، قاعد بيعمل الأولاد معجنة. الله يسامحهم بس. لو اجت القذيفة وابن وجوزي كان ضرب بالصاوب، وبنته بنت ولد صغير وبنت صغير وقوم شهداء، والله مات. نعم الوكيل على اليهود، لن فينا هيك. وقدمنا وزرزرونا ولا يفقعونا. فجأة نزل الصاروخ. مكان الأطفال ما هم موجودين، لمناهم قطعة من المدرسة، قطعة نتف نتف، كلهم أطفال. إحنا قاعدين في الصف إلا الحجار صارت تنزل وبطلنا نشوف إشي. بعد بشوية هد الوضع إلا الشهداء مرميين في الشارع، مرميين في الساحة. الأطفال تفتفتوا، لا قالوا لا بلغوا حدا ولا قالوا لنا إيش. طب هذا مركز إيواء، كيف بقصفوا الأطفال في الساحة المدرسة؟ رائحة الدماء هنا في كل مكان بعد شلال الدم الإسرائيلي الذي نزف على أعتاب هذه المدرسة. وهذا الخبز أيضا هو شاهد على جوع وعلى دماء أهلنا في شمال قطاع غزة، الذين يتعرضون باستمرار للقصف الإسرائيلي الممنهج بحق المستشفيات وبحق مراكز النزوح. محمود العوضية من داخل مدرسة النزلة شمال قطاع غزة، الميادين.